الدفاع والحارس كيشوف كانت ضعيفة من جديد. اللاعب ستانيسلاف مانولييف كرة ضاعت ولمصلحة خطأ واضح, خطأ واضح ومخالفة لمونتينيغرو. واللاعب رقم ثلاثة ماركينيوس يتابع وإياكم. الخطأ كان واضحا من ماركينيوس وكرة لمصلحة المنتخب مونتينيغرو. كرة من هناك على الجهة اليمنى. 13 دقيقة تقريبا منذ انطلاق الشوط الأول. هذه مباراة العودة بين الفريقين. مباراة الذهاب انتهت لمصلحة مونتينيغرو بالعاصمة البلغارية صوفيا 1-0 لمنتخب مونتينيغرو. واليوم بطبيعة الحال نتابع مباراة العودة وفي انتظار بطبيعة الحال. شوف الكرة خطيرة ومن هناك دفاع بلغاريا وهكذا. إذن الدفاع يجد صعوبة في هذه البداية. آخر جولة ستكون يوم 11 أكتوبر 2012, ومونتينيغرو يلعب مع سويسرا بسويسرا, وبلغاريا يستقبل فريق ويلز في الجولة الأخيرة في هذه المجموعة. الجولة الأخيرة يوم 11 أكتوبر وقبلها في جولة 7 أكتوبر و6 سبتمبر و2 سبتمبر. هكذا إذن الجولات الأخيرة 2 سبتمبر و6 أكتوبر و11 أكتوبر, وبعدها ينتهي الأمر وتتضح 16 المنتخبات المتأهلة للبطولة الأوروبية للأمم بأوكرانيا وبولندا. وكرة لمصلحة إيفانوف. إيفان شوف ستانيسلاف مانولييف كرة ملعوبة لكن الدفاع دفاع مونتينيغرو. تغيرت الأمور اليوم. فريق بلغاريا دخل بعزيمة أخرى. ماركينيوس هكذا أصبح يعني المنتخبات بطبيعة الحال هناك لاعبين أجانب من أصول غير البلد ويلعبون للمنتخبات. هكذا أصبحت الجنسية تعطى للاعب الذي يستحق, اللاعب الذي يبذل مجهود, اللاعب الذي يرغب ويقدم الكثير للمنتخب. بطبيعة الحال ينبغي عليه أن لا يرتدي قميص بلده الأصلي. يلعب في الشباب أوكي, لكن إذا ارتدى مرة واحدة القميص مع المنتخب الأول لا يمكن للاعب أن يلعب في منتخب ثاني. والمحاولة والعرقلة فعلا والخطأ لمصلحة مونتينيغرو. مونتينيغرو يستفيد من هذه الكرة. بلغاريا إذن والخطأ بعد الانطلاقة الخطيرة من اللاعب رقم 15 واللاعب إيفان. اللاعب رقم 15 من اللاعبين الممتازين وهو ميلوراد بيكوفيتش في الدوري الألماني. والخطأ الدوري الألماني درجة الثالثة. ألمانيا بالمناسبة في مجموعتها تتصدر المجموعة بقوة كبيرة. فوز ألمانيا أمس على النمسا ب2-1 خارج ألمانيا, وهدفين من كوميز وكرة ثابتة وكرة ملعوبة ولكن عالية من اللاعب رقم 9 الكابتن ميركو فيسيليتش. هذا اللاعب الذي يلعب للروما ولعب للليتشي. كرة بعيدة. بطبيعة الحال أقدم لاعب في المنتخب ليس فيسيليتش, لكن فيسيليتش هو الكابتن. فيسيليتش هو 27 مباراة. ميركو فيسيليتش عنده 13 مباراة فقط, لكن هو صاحب أكبر عدد من الأهداف وهو كابتن الفريق كذلك. بينما سيمون فيسيليتش 27 مباراة, هو أقدم لاعب في المنتخب. المنتخب الذي انطلق يعني منذ أصبح عضو في الفيفا في 2006 وبدأ يلعب في 2007. 5 سنوات فقط في تاريخ مونتينيغرو الجبل الأسود, ولكن لحد الآن نتائج رائعة جدا, رائعة جدا في هذه التصفيات. مونتينيغرو جمهور مونتينيغرو بمدينة بودغوريتشا, والملعب ملعب بودغوريتشا. هذا اللاعب رقم 5 في صفوف اللي هو نيكولاي بودوروف.
هناك لاعبين يلعبون في الدوري البلغاري في فريق ليتك سلوفيتش. هناك اللاعب رقم 5 بودروف وكذلك كريستو يانيف كلاهما يعني يلعب في فريق ليتو ليتك سلوفيتش ليتو. الفريق البلغاري هذا بيتروف سيليان بيتروف لاعب أستون فيلا بالنسبة لبلغاريا. وكذلك هناك مارتن بيتروف يلعب في فريق بولتون الإنجليزي. الدفاع وتبعد الكرة من فريق مونتينيغرو. مونتينيغرو والانطلاق عن طريق اللاعب رقم 9 فيسينيتش. التمريرة تغيير أكيد من هناك. شوف القوة تدخل قوي والتغيير على الجهة اليسرى لمصلحة فريق مونتينيغرو. مونتينيغرو بطبيعة الحال يوغوسلافيا السابقة هي بلد قدمت الكثير والكثير من اللاعبين لأوروبا الغربية. نعم يوغوسلافيا كانت من البلدان التي تلعب كرة جميلة ونظيفة حتى بعد الانقسام. يعني انقسمت يوغوسلافيا إلى عدة دول لكن لا زالت هذه الدول بعد الانقسام تقدم كرواتيا منتخب رائع، سربيا منتخب رائع، هناك كذلك هذا المنتخب مونتينيغرو رائع، وبالتالي سلوفينيا كذلك تأهل لكأس العالم، وبالتالي رغم التقسيم تبقى هذه المنتخبات قوية بلاعبيها. اللاعب رقم 16 في تشكيلة لوكا بيجوفيتش يلعب في الدوري البولندي. بياليستوك وكرة لمصلحة المنتخب البلغاري. الكرة القصيرة ماركينيوس ثم الانطلاق عن طريق ستانيسلاف مانولييف لاعب بي اس في ايندوفن. هناك الحارس يلعب في تفنتي نيكولاي ميهايلوف تفنتي وستانيسلاف مانولييف يلعب بي اس في ايندوفن. لاعبين اثنين يلعبون في الدوري الهولندي وهنا اللاعب كان في وضعية تسلل. هكذا من بين النتائج الثقيلة في هذه المجموعة خسارة بلغاريا 4-0 أمام إنجلترا بملعب ويمبلي يوم 7 سبتمبر 2010 4-0. ولكن منتخب مونتينيغرو تعادل 0-0 مع المنتخب الإنجليزي بويمبلي. نعم 0-0 كان هذا في 26 مارس 2011. 0-0 بين إنجلترا ومونتينيغرو على ملعب ويمبلي. بلغاريا تعادلت على ملعبها أمام سويسرا 0-0. والانطلاقة من اللاعب الخطير والتمريرة من هناك من اللاعب رقم 9 الاسم الكبير ميركو فيسينيتش. ميركو فيسينيتش لاعب الذي يلعب للروما. كرة من جديد للمنتخب مونتينيغرو. الكرات القصيرة مونتينيغرو يلعب بسهولة وبارتياح الكرات القصيرة بينما بلغاريا يريد أن يبذل مجهود يريد أن يصل. يعرف أن المباراة ليست سهلة لكن يبذل بمجهود وانطلاقة من هناك والكرة مباشرة للتماس للمنتخب البلغاري. المنتخب البلغاري عن طريق اللاعب رقم 15 إذن ولعب إيفان إيفانوف يلعب في الدوري الروسي يلعب في ألانيا فلاديكافسك بروسيا. كرة تبعد ومباشرة للتماس والتماس هذه المرة لمنتخب مونتينيغرو عن طريق اللاعب رقم 2 اللي هو سابو بافيسيفيتش. بافيسيفيتش يتولى تمرير هذه التماس. كرة عالية داخل المنطقة يدخل الدفاع يبعد هذه الكرة وعودة من جديد لمنتخب مونتينيغرو والتسديدة لكن الحارس موجود. الحارس موجود على إثر هذه التسديدة. في الحقيقة لم يكن ينتظرها الحارس لم تكن قوية لكن التسديدة المباغتة وكرة ملعوبة من بلغاريا في العمق من هناك على الجهة اليمنى في خطأ فعلا للمنتخب البلغاري. اللاعب رقم 3 غير راضي ماركو بازا لاعب لوكوموتيف موسكو لكن بوبوف يستفيد. إيفلين بوبوف اللاعب الذي يلعب في الدوري التركي. اللاعب رقم 9 إيفلين بوبوف يلعب في غازيانت سبور بتركيا وكرة ثابتة ومخالفة للمنتخب البلغاري. المنتخب البلغاري هل بإمكانه أن يعود بنتيجة إيجابية في هذه المباراة قبل الجولات الثلاثة الأخيرة؟ الجولات الثلاثة الأخيرة سبتمبر أكتوبر وينتهي الأمر بالنسبة
لكل الفرق المشاركة. شوف المحاولات، تمريرة جميلة وتبادل كروي جميل لمصلحة المنتخب البلغاري. كرة بقوة رائعة جدا، رائعة جدا من اللاعب مارتين بيتروف لاعب بولتون، لكن الحارس كان رائعا وأبعد هذه الكرة وانطلاقة بالنسبة لفريق المنتخب مونتينيغرو. التبادل الكروي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المراوغة كانت رائعة جدا جدا جدا. شاهدنا لو شاهد المراوغة كم كانت رائعة، يعني المدافع سقط على الأرض على إثر المراوغة الرائعة من لاعب من مونتينيغرو من هناك على الجهة اليمنى. كرة مباشرة للتماس لمنتخب مونتينيغرو. مونتينيغرو إذن بإمكانه أن يتأهل، بإمكانه أن يتأهل. أول مباراة له فاز مونتينيغرو 2-1 أمام هنغاريا، كان هذا في 2007 أول مباراة رسمية له. كرة ملعوبة في العمق لكن لاعب في وضعية تسلل. نعم 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 في وضعية تسلل، ومونتينيغرو فاز على كازاخستان 3-0 يوم 27 مايو 2008، لكن خسر مونتينيغرو أمام رومانيا 4-0 في بوخارست في 31 مايو 2008. هذه المباريات بالنسبة لمونتينيغرو، لكن في هذه التصفيات رائع جدا، رائع جدا المنتخب في هذه التصفيات. عنده إمكانات، عنده لاعبين، هو بإمكانه أن يلعب الأدوار الأولى في هذه المجموعة رفقة المنتخب الإنجليزي. بطبيعة الحال التغيير يأتي، التغيير يأتي عن طريق اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الكبيرة، وبطبيعة الحال هناك أشياء تدل على أن مونتينيغرو فريق عنده إمكانات رائعة من خلال ما شاهدناه لحد الآن، عنده إمكانات رائعة. تسديدة من بعيد والكرة تمر جانبية. عندما كان المنتخب اليوغوسلافي، لا ننسى المنتخب اليوغوسلافي في 1960 وصل للنهائي لأول بطولة أوروبية فاز بها الاتحاد السوفيتي على يوغوسلافيا، عندما كانت مجموعة وكتلة واحدة. 92 كذلك لا ننسى أن يوغوسلافيا 96 والألفين يعني المشاركات عديدة. 2004 كذلك مونتينيغرو كان مع في 2004 يعني ضمن مجموعة سربيا، عندما فاز المنتخب اليوناني وأحدث المفاجأة أمام البرتغال 2008. بطبيعة الحال التأهل سربيا ومونتينيغرو المشاركة، ومنذ ذلك الحين أصبح مونتينيغرو يلعب لوحده وسربيا تلعب لوحدها في مختلف البطولات. مختلف البطولات، كل بلد عنده سيادة، كل بلد يريد المشاركة، وكل بلد عنده إمكانات وعنده ما يوازي وما يمكنه أن يلعب الند للند مع المنتخبات الأوروبية الكبيرة. كرة لمصلحة المنتخب البلغاري، والمراوغة عن طريق اللاعب رقم 9 وانطلاقة من هناك من إيفلين بوبوف لاعب تركي. مرة الكرة على الجهة اليسرى الموجود اللاعب بوندالوفسكي. تبقى الكرة عند عناصر المنتخب البلغاري، تعود الكرة لهريستو يانيف. هريستو يانيف أمامه ماركينيوس، التمريرة في اتجاه الكابتن لاعب رقم 19 هو ستيليان بيتروف لاعب أستون فيلا. التمريرة والكرات القصيرة، والمنتخب البلغاري يريد أن يفعل شيء اليوم في هذه المباراة. كرة في اتجاه اللاعب رقم 3 إيفان بوندالوفسكي. بوندالوفسكي عنده كرة، بوندالوفسكي لاعب سياسكا صوفيا يلعب في الدوري البلغاري بطبيعة الحال، وهكذا الحكم يحتسب خطأ للمنتخب البلغاري بعد التدخل القوي من اللاعب رقم 15 في صفوف مونتينيغرو وهو اللاعب ميلوراد بيكوفيتش. كرة من جديد للمنتخب البلغاري، ونمر الآن للدقيقة 27، ثم التمريرة من ستيليان بيتروف يغير من هناك على الجهة اليسرى الموجود اللاعب ماركوس ماركينيوس. إيفان إيفانوف في اتجاه اللاعب رقم 2 هو ستانيسلاف مانولييف، والحكم يقول يترك اللاعب يتواصل لمصلحة مونتينيغرو. كرة في العمق من هناك، اللاعب في وضعية تسلل لكن كرة مباشرة للتماس. ينتظر الفرصة اللاعب ميركو فيسينيتش راس حربة، وهو اللاعب الذي بطبيعة الحال هو الكل في الكل بالنسبة لمنتخب مونتينيغرو. ميركو فيسينيتش اللاعب الرائع، اللاعب الكبير، اللاعب الذي عنده إمكانات كبيرة لتقديم الكثير والكثير لمنتخب مونتينيغرو.
هذا ستيليان بيتروف.